مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي مساء الخير. مساء الخير بفقراته المعتادة وبعناصره الثابتة دائما، وموضوعنا الرئيسي اليوم عن الزراعة وأهميتها الاقتصادية، وطبعا عندنا العناصر الثابتة مكان وحكاية وإبداعات وطنية، هذه الفقرات الثابتة، وبالإضافة لفقرة من أعلامنا وإصدارات وألوان فنية. معنا هنا في الاستديو السيد سيد أحمد دول بوسيد، هو خبير في مجال التنمية المحلية والتمويلات الصغيرة. مرحبا بك مساعد ضيفنا الكريم. معنا أيضا الدكتور عبد الله ول سيد أحمد فال، هو باحث اقتصادي. مرحبا بك مساهلة. معنا أيضا الأديب محمد ول حمة، مرحبا بك وسهلا. بداية لهنا نبدو معاكم الأستاذ سيد أحمد، الزراعة في موريتانيا بشكل عام شنو هي أهميتها عند المواطنين وأهميتها من ناحية الاقتصادية؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الزراعة تعتبر عنصر حيوي في تنمية أي بلد، مورد استراتيجي مهم، خاصة أهميتها في الوسط الريفي، خاصة به اللي 70% من أساسا من المجتمع اللي يعيش مستوى معين من الفقر. تعتبر الزراعة هي النشاط الأساسي للدخل للدخل. فالزراعة على المستوى الوطني فمن نوعين من الزراعة، فما الزراعة المطرية اللي أصلا الزراعة التقليدية اللي أصلا تعدل، فم زراعة الضفة الأرز والقمح إلى غير ذلك، بالإضافة فم زراعة الواحات، فم زراعة النخيل وزراعة تحت النخيل. إذا بالنسبة لهذه المناطق كلهم حسب خصوصيتها وحسب نوعيتها، فم نوعية المجتمع اللي يمارس المهنة واللي يعيش عليها. ثانيا تعتبر أم اللي نشاط مهم ومصدر للدخل مهم لهذه الفئات اللي قائمين عليها. في السنوات الأخيرة فهم توجه للدولة حول تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المواد الزراعية، خاصة في مجال الأرز وفي مجال القمح. فهم تطور ملحوظ عاد ملاحظ في مجال الخضرة، لأنه انطلقت مستوى الإنتاج فيها ارتفع، لين عاد فهم وصل لمرحلة التسويق اللي عاد مشكلة مطروحة اللي هي مشكلة التسويق، هذا أساسا واضح. اذا بالنسبه لكم الدكتور عبد الله ولا احمد فال، الاستاذ احمد فال عفوا، بوصفكم خبير اقتصادي، زراعه من الناحيه الاقتصاديه شنو دورها في والله مساهمتها في الاقتصاد الوطني؟ شكرا. فيما يتعلق بالزراعه ودورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، يجب الكلام على ان الزراعه قطاع من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد في أي بلد كان. لأن الاقتصاد يتكون من 3 قطاعات أساسية، القطاع الزراعي هو الأول، القطاع الصناعي هو الثاني، القطاع الثالث وهو قطاع الخدمات. وإن كان بعض الدول يرى بأن القطاع الأول هو القطاع الصناعي، لكن الحقيقة والحقيقة هي أن القطاع الزراعي هو القطاع الأول في أي اقتصاد، سواء كان هذا اقتصاد نامي أو اقتصاد متطور. لذلك لا يمكن أن يتطور مجتمع أو يحقق تنمية اقتصادية أو اجتماعية بدون القطاع الزراعي. هذه القطاعات الثلاثة في الاقتصاد متكاملة، لا يمكن بناء اقتصاد بالقطاع الزراعي وحده، ولا يمكن بناء اقتصاد بالقطاع الصناعي وحده، ولا يمكن بناء اقتصاد بقطاع الخدمات وحده. إذن علاقة متكاملة بين القطاعات الثلاثة، لكن تبقى اعتماد المجتمع والله نسبة الاعتماد المجتمع على واحد من هذه القطاعات. في بعض المجتمعات يعتمد على القطاع الزراعي يسمى المجتمعات الزراعي، في بعض يعتمد على المجتمع على القطاع الصناعي يسمى المجتمعات الصناعية والمجتمعات المتطورة، في البعض يعتمد على قطاع الخدمات لأنه ليست عنده موارد اقتصادية زراعية يمكن استغلالها، وليست عنده القدرة على التطور والتكنولوجيا من أجل الصناعة. إذن هذا القطاع الزراعي يعتبر ركيزة أساسية لأي اقتصاد كان، ومنتجاته تعتبر مدخلات مختلفة للقطاعات الأخرى. يعتبر مدخل للقطاع الصناعي لأن في الصناعة التحويلية تحول المنتجات الزراعية إلى منتجات صالحة للاستغلال والاستهلاك، وهي التي تعتبر
سلع موجودة في السوق ويستفيد منها المواطن. يتم تعليبها، يتم تعليبها، يتم يتم إنتاج، تطوير إنتاجها، يتم تعليبها كنوع من التصنيع، يتم كنوع من التصنيع. إذا هنا هناك يكون فيه خام زراعي يتحول إلى منتوج قابل للاستهلاك، قابل للاستهلاك صناعي. واضح؟ إذا هذه يعتبر مدخل من مدخلات الزراعة إلى الصناعة. كذلك نفس الشيء بالنسبة للخدمات. إذا لا يمكن العلاقة متكاملة بين القطاعات الثلاثة، وأهم قطاع يوجد في قطاع في الاقتصاد هو القطاع الزراعي. واضح. إذا بالنسبة لكم الأديب، الزراعة قد تعود تشكل مناظر خلابة بالنسبة للأدباء، مناظر اللي الأماكن اللي فيها زراعة خضراء على مساحات طويلة، وربما تعود أماكن مريحة بالنسبة للأدباء. دركانكم عيتوا تقيسوا كل الأماكن وتحكوا شي في المناطق الزراعية. الزراعة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، وتشكل مولي مناظر حقيقية. قاعد أصلاً لدب مناظر دائما نصورها على حقيقتها الطبيعية، ما هي اللي زراعية اللي جبتها عن طريق المطر الطبيعي. ويعدل في هذا لوحة مثلا، يقول واحد من أهل أدرار مارة عمولان الشركو، يقول الطبيعي لأن أصبح وكل اللي بغلاه مشاح المشرق يعطينا مطرح مزاد في عقابة كلفه، اللي يقول انه وصلاح، اللي يقول انه وصفة، تخالف ديارة البلاح في الزوال غضار للخالفة، اللي يقول انه وصلاح واللي يقول انه وصفة. عفوك يا عظيم الجاهي، ما غلاه كير اليوم محفو معه وادغلا يوم ملاهي تشتد من اخبار وتفل. زين، اذا مشاهدين الان هنا بدأوا الفقرة الاولى من هذا البرنامج حكاية مكان وحكاية، اليوم عن ولاية العصابة. بعد هذا الفاصل ليتابعوا عنصر لزميل محمد رمين والعبد الله عن ولاية العصابة. إذا العاد العنصر جاهز بالنسبة للإخوة الفنيين يعطونا تابعوا هذا العنصر عن ولاية العصابة. على مساحة تغطي 36 ألف كيلومتر مربع، تعد ولاية العصابة من أكبر ولايات البلاد من حيث المساحة. أما عاصمتها مدينة كيفا فهي ثالث أكبر ولاية من حيث تعداد السكان حسب آخر الإحصائيات. باستثناء بعض التساقطات الشحيحة والخضرة الموسمية، تعاني هذه البراري الشاسعة غالبا من التصحر وندرة المياه، حيث تقع أراضي الولاية على تخوم جنوب غرب ما يعرف بالصحراء الكبرى، واقع فرض بناء هذه السدود الرملية المنتشرة في شرق وشمال الولاية، حيث تتميز هذه المشاريع الزراعية بإنتاجها المقبول لبعض المواد الأولية، مما يبشر بإمكانية اكتفاء زراعي مأمول رغم قساوة الصحراء وندرة التساقطات. فضلاً عن ذلك، لا تخلو ولاية العصابة من المناظر الصحراوية الخلابة التي تغري الناشدين لجمال الصحراء وسحرها، وتسخر المنطقة بالمعالم الطبيعية البديعة، حيث تكثر الشلالات ونقاط المياه الطبيعية على تخوم الجبال التي اشتهرت بها ولاية العصابة، مثل منطقة جبل كامور المعروف، والذي يعد اليوم من أكثر المناطق استقطاباً للسياحة خاصة في فترة الخريف، على غرار مناطق أخرى سياحية كثيرة تسخر بها الولاية. ويشكل موسم الخريف من كل عام فترة يستبشر بها سكان المنطقة بانتعاش الحركة والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة التي تعد من أهم ثروات ولاية العصابة. إذن شكرا جزيلا للزميل محمد رمين عقول عبد الله على هذا العنصر ولاية العصابة، ظهر من خلال هذا العنصر مناظر جميلة، وخصوصا فترة الخريف. لهنا بدو معاكم الأستاذ أحمد، ترى كانكم توا من هالقاع ولاية العصابة، كانكم المناظر تعرفوها من قريب. احنا ما نعرف الولاية، نعرف الولاية هذه مناظر من مقاطعة قرو، بعض منها من مقاطعة قرو، والبعض منها من مقاطعة باركي والمدون من قد القاهرة. قال أساسا مقاطعة قرو من قد جوكو كامور، فعلا هذه مناطق تعتبر من أشبه مناظر العصابة. وفي الفترة فعلا تعتبر
مكان سياحي خاصة فترة الخريف. بصورة عامة قاع ولاية العصابة تعتبر من الولايات اللي من أحسن الولايات منظر. ودرك أنا تنتعش في الزراعة في الفترة. فعلا نظرك تنتعش في الزراعة المطرية. هذه فترة فيها الكثير من السدود واستغلوا فيها الزراعة المطرية، وفيهم اللي نسبة لباس بها من السكان تعيش على الزراعة المطرية كمصدر دخل. نرشحكم الدكتور عبد الله والاستاذ احمد فؤاد، تابعتوا هذا العنصر بالنسبة لكم ولاية العصابة مناظرها ومكوناتها الى الارض كاملة، ايش تعني لكم؟ ندرك انهم اللي المناطق الزراعيه اللي فيها كانها مستغله ولا مازالت ما هي مستغله كامله. صح، شكرا. حسب ما تابعتي لهذا العنصر، شوف ولايه العصابه من اهم الولايات الموجوده في الوطن، خاصه على مستوى المناظر والمساحات الصالحه للزراعه المطريه وحتى الأماكن السياحية التي يمكن أن تنتعش اقتصاديا وتعزز المزارعين في هذه الأماكن. إذا كذلك هناك العلاقة تكاملية بين السياحة والجانب الزراعي في هذه فعلا في هذه خصوصا في فترة الخريف. فترة الخريف يتحصل الماء الذي سيستغل في الفترة القادمة للزراعة، لأن هذه الفترة يمكن تحضير للموسم الزراعي الذي يكون دائما بعد الخريف. لكن بحسب وجهة نظري أن هنالك تقصير يمكن والله يمكن يكون تقصير في الاستغلال الزراعي. هنالك مساحات شاسعة، هنالك سدود كثيرة، لكن هنالك الكثير كذلك من المشاكل في ما يتعلق بالإمكانيات المادية التي تمكن المزارع من استقلال هذه الثروة الموجودة، مع أن هنالك جهود في استقلال هذه الثروات لكن ما زالت محدودة في هذه المنطقة. بالنسبة للسدود كافية من أجل تحصل زراعة تغذي بعدك المنطقة على الأقل، استفادات من الإنتاج الزراعي. يمكن لنوع من الزراعة، لنوع من زراعة الحبوب. أي نوع الحبوب؟ زراعة بعض الذرة تقريبا على سبيل المثال الأدرجان، الفاصوليا، هذه الزراعات تنتعش هنالك، لكن يمكن إذا تم استغلالها واستخدام تكنولوجيا ولو بسيطة في إنتاج الزراعة هناك يمكن أن تحقق استقلال ذاتي للمنطقة. اكتفاء ذاتي للمنطقة، وحتى التكنولوجيا هون تعنوا بها اللي قالوا الهندسة الوراثية اللي يعدل من أجل رفع منتوج تعزيز الزراعة والله. توفر الإمكانيات للمزارعين من أجل تطوير المنتجات، من تطوير التربة الصالحة، من تطوير تهيئة التربة من أجل وحماية كذلك المزارع، لأن القضاء على مختلف المشاكل اللي تعاني منها الآفات الزراعية. هذه كلها يمكن أن تكون تكنولوجيا متوسطة عالية حق مستوى التطور، لكن على أنها بعد تمكن الاكتفاء الذاتي لهذه المنطقة، وحتى يمكن أن تسوقها إلى الأماكن العجز لهذه المنتجات. لا يمكن أن تكون في هذه المناطق الشرقية ولا لا لا، بعض المناطق الأخرى التي تعجز عن توفر هذه الحبوب يمكن أن يكون في تكامل يكون بين المناطق على مستوى تصدير الفائض من المنتجات الزراعية في المنطقة. من واضح نرجع لكم الأستاذ الأديب محمد والحماة، بالنسبة لكم هذه المناطق اللي شفتوا في ولاية العصابة، هذه المناظر الخريفية ضيات والمناطق الخضراء والأشجار إلى آخره، دائما الشعراء ولا المغنين عندهم اللي قالوا البكاء على الأضلال والنسيب والروايات اللي مرتبطة بالأماكن اللي زوروها واللي تبقى في أذهانهم وفي وجدانهم. درش تمثلكم هذا النوع، شو يمثلكم هذا النوع من المناطق وهذا النوع من المناظر كانكم مثلا تسوقوه صح التعبير للناس الأخرى اللي ما تعرفوا من خلال هذه الأبيات وهذه الطلع اللي تنتشر؟ والله يا الأصحاب زينة، حتى أنا قد جيت السنة الماضية مشيت مع صاحبي هنا تيجي ياسين العيون
وقيلنا وراه كيف حاجه اللي عندي على به 30 كيلو ولا 40 كيلو، جابنا البليد جرف كدير وعليه السام من الغرد مصل الجرف مباشره لاعب الكيس ولا ما ضر، ما معقول حاجه اللي عنده به الزين. والجرف منين يدخل حد فيه عودة عود الليل حتى عود الليل كيتشي داخل في دار في سمعه مات لا غادي له في الرياح السحاب ولا في شقيق اللي فيه الناس تجيه والمناظر تحته خلابه تحته ضي وتحته الحيوان سايح البقر والغنم منظر ما هو معقول نادر حتى نادر حتى. وتحجل اللي طالعه يقول هندي عنه لا واحد منهم من اهل العصابه يقول متيقن عني المتين ندافع القراد الاثنين العبيد الرحمن الثنتين دجام الله راه القصيره ماني لا نقطع الشبرين ما شفت عليهم مدير انا عرف والله مرجع زين الخيام في منزل تذكيره وهذا بالرماد النيران دار معانا والعميره هذا والحشيش كامل شرف فوق العصيره ذكرت زين. حتى نرجع لكم الاستاذ سيد احمد، بالنسبه لكم انتم عندكم كخبير في مجال التنمية المحلية والتمويلات الصغيرة، بالنسبة لكم ذي المناطق الزراعية كيفية استفادة السكان منها والاستفادة منها اللي عندنا ياسر من المناطق الزراعية مزات بكر وما فات استغلت كاملة، الكيفية اللي استفادوا منها السكان اللي ما عندهم تمويلات طريقة تدعموا بهذا المجال شنو هي؟ شفتي بالنسبة كيف قلت لك زراعة الزراعات خاصة اللي تخدم معنا الزراعة المطرية باللي في خلق السنوات اللي شافها في الماضي انعكست سلبيا على هجرة الناس من المناطق اللي كانوا أصلا فيها اللي أصلا كانوا يمارسوا فيها هذه الزراعة المطرية، يقال في السنوات الأخيرة باللي فهم عاد توجه لدعم هذا المجال له وعملت وزارة الزراعة لوضع هيئات للتمويلات الصغيرة قريبة من المواطنين اللي هي صناديق القرض دارتهم في الواحات ودارتهم في المناطق المطريه. اذا هذو الهيئات اللي دورها شنو؟ دورها هو تمويل توفير التمويلات الصغيره لهذو المزارعين لكنهم عود وهذه الطبقه اللي تعيش من هذه الزراعه اللي ما هي من استفاده من خدمات البنوك الاصليه، البنوك ما هي موجوده فما تدخل في الوسط الريفي، وبالتالي عاد لابد من وجود هذه المؤسسات الماليه اللي متناولهم وقريبه منهم اللي تسير بطريقه بسيطه وعندهم تمويلات موجوده محليا ويسيروها للمستفيدين انفاسهم وتوفر لهم حاجياتهم في مجال الزراعه هذيك البذور والادوات الزراعيه الاخرى. توفرها لهم على شكل قروض؟ على شكل قروض مبسطه يعدلوا حملتهم ولين يسوقوا منتجهم يخلصوا مؤسساتهم. وهذه حكما شبه تقريبا ما تغطات حاجيات المواطنين كامل، يقارب بعد على الاقل قريب من 40% من المناطق الزراعيه خاصه مناطق الواحات والمناطق المطريه الاخرى بدا من غطاتهم الدوله. ونفس السياسه اللي بدات اساسا وزاره الزراعه تستخدمها على الضفه خاصة ما يعني تمويل الخضروات أساسا، لأن التمويلات اللي موجودة فهم موجهة أساسا لتمويلات الأرز من القروض للأرز من مبالغ كبيرة، يقير بدؤوا يوجهوا التمويلات الصغيرة في ذيك المنطقة لتغطية حاجيات الناس اللي مارسوا أساسا الخضروات. بالنسبة للمناطق الواحات والمناطق الأخرى فيهم شبكة كبيرة مع وزارة الزراعة من القائمة بعملها حتى هذا من أجل توفير حاجيات المواطنين في المزارعين أساسا في هذا المعمل. وفعلا في أساسا في المناطق المطرية كيف قلنا فهم توجه لإحياء هذه الزراعة من جديد اللي أصلا كانت هي الزراعة التقليدية الممارسة في ياسر من نسبة كبيرة من المجتمع خاصة في ولاية العصابة اللي كنا نعرض غرق ولاية العصابة فيها منطقة باركة والمنطقة أفطوط تعرف تعتبر من أكبر المناطق اللي فيها هذه الزراعة المطرية، بالإضافة أن فيهم سدود كبار في مقاطعة بومديد أساسا مولي من يغطوا مساحات واسعة لهذه الزراعة المطرية. مثلا فهم توجه لإحياء وفهم توجه من الدولة للدعم وفهم توجه من المواطنين مولي للرجوع لهذا النشاط بسرعة. اذا واضح. نرجع لكم الدكتور عبد الله، بالنسبه لكم الانواع اللي موجوده من الناتج الزراعي المحلي درك انها مازالت على نفس المستوى من الانتاج في السنوات الماضيه ولا كانت تحسنت في الفتره الاخيره؟
لا هنالك تطور، احنا نعم الله علينا بالتنوع في الموارد الطبيعية. حتى إذا رجعنا إلى تقسيم اللي قلنا قبيل عن الاقتصاد، عن فيه زراعة وخدمات وصناعة، هذه كلها يحتاج لموارد تسمى الموارد الطبيعية. الصناعة يحتاج لموارد طبيعية يلمع الاقتصاد الصناعي. نفس الشيء بالنسبة للخدمات، الزراعة تحتاج كذلك إلى موارد طبيعية، ونحن عندنا متوفرة بتنوع. عندنا إذا نصنف الزراعة هنالك الفلاحة وهنالك التربية الحيوانية. إذا هذا شطرين من اختصاص الزراعة. إذا نشطروا نشوفوا نصنفوا هذه الفلاحة اللي هي اللي احنا نتكلموا عنها غير بالمفهوم الصحيح، عندنا التنوع كذلك حسب الجهات. منطقة الضفة فيها تنوع، فيها مناطق هائلة تلحق إلى مستوى من عند منطقة كرمسين انجابو، منطقة انجابو إلى سيدي بابي، هذه كلها صالحة للزراعة على طول خط على طول النهر. خط تقريبا 1300 كيلو على 1400 كيلو في بعض الحالات على الطول، على بعض الحالات بعض الحالات تجبر يكون فيه عرض 400 كيلو، في بعض الحالات عرض 50 كيلو، بعض الحالات بعض 10 كيلوات، لكن طول بعد تقريبا 1400 كيلو بين جابو وسيدي بابي. هذه مساحة هائلة، هذه صالحة لما يسمى بالأرز وبعض الحبوب الأخرى والخضروات كلها بشتى الطماطم والبصل وكل ما والفواكه حتى الفواكه بعض المزارع ينتج الفواكه هنالك. هناك منطقة الشرق اللي تنتعش فيها الزراعات التي تستفاد من الأمطار، الزراعة المطرية. هناك أدراب في بعض المناطق الواحات فيها الخضروات، زراعة دائما مرافقة لزراعة الواحات، زراعة الخضروات تحت النخيل. إذا أكيد 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 وبلا شك أن هناك تطور مقارنة مع السنوات الماضية لجهود الدولة والاستراتيجيات اللي مبذولة إرادة سياسية. فعلا هنالك استراتيجيات واعدة، كذلك فيه مشاكل، ما زالت فيه مشاكل، لأن هذه المشاكل شو ترجمها؟ ضعف العرض في الأسواق. إذا هنالك مشاكل، شو ترجم ذلك؟ لجوء المواطن لمنتجات أجنبية. إذا هذه ترجم هذه المشاكل، لكن في 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 مقترحات الحل وما زال اذا التطور موجود. اذا مازلنا نرجع لك مقترحات من اجل الاعتماد على المنتج المحلي الصرف. ولكن نشارك معنا الاديب محمد الحماه، تعطونا نموذج من انتاجكم انتم الخاص. والله خارج مره مشيت من هنا جالس البراكنا ماشيين لا رحلته اطره الاسبوع مع اصدقائي. من مشينا من هنا تيجي بتنا حذو تليميت بتنا عاد صاحب عندنا بات بانينا خايمة على رأس زيرة وجهت السحاب، وهذيك ساعة ما فات جهت السحاب. من مشينا من الصباح دخلنا بسحاب جديدة وذي الأرض مزرعة كاملة خضرة وزينة. قال لي واحد من التركية كان يريد نصور له الرحلة في طلعة. قلت الجمعة العاشر وعشرين من عند دار محمد الأمين في عرفات قمنا كاملين ببركتنا وعدين العزلات، أنا عبد الرحمن الاثنين والسعد الشيخ بوف بذات وأحمد دسال ويعقوب الأمين يسمى وعيان ثقات، والفردوس فيه بتنبات زين وفوق ترقيات زينات لجنات تحت منتاشان تحصيرتين زينات جدادات مدنيات في الفردوس فعلا الليين لحسان غرضنا هذاك الأنبات. ومع الصباح وعينا مبكرين درنا الوتات كاملة تريلان تركبناهم وقمنا معجنين لك منين عندنا كيلوات معهم حتى ياسرين وقفنا في معتي الوتات واسترحنا قد خيمة الواحدين هلبانين هواك خبطات وعطينا شي وقمنا شاحين والوتات من الشائحات من التالبات وقت نعاد 59 جينا للاك من فم سنتات لقوم تشري شيات خاصين منهم ذيك الراخل للشرات وما سبيض من صناعة الصين وركبنا نافدين لعليبات ومشينا لتحت مرتين وغلالات حتى وكبارات وذبحنا كاملين متحامين الرخلة كيف شحنا بوزات وحازلنا واحد المرحلة وانا تولي تغسيل القدحات وهش احنا ما لنا ساكنين الفدن على جيت اللقات ونزلنا احنا ما لنا مبعدين على تامور تحت خيامات من القنداية خيام مقزوزين من البلجاب والنبيترات ونصفى من الشيخ لطاجين وانا توليت لغدة ولجات بيناتنا ما لنا مدانين بين المناصب جات درجات
وقت نعات الثالث ثنتين دقيقتين زايدين سكوندات قمنا واعدين بقى مهزرين ولا دخلناها بين الاوقات وعطينا الشوق من راجعين مقافين واعدين فراليات ظلالات عند 55 وكيف فراليات ظلالات تغدينا غدم 90 اهلهم قسم بين الطاسات نفهم عبد الرحمن مسكين حركة لي سلك فرحات عنه لا بدل مفارين كيلوات يدورهم الصيدات ومشوا جاب لي منه كيلين وقلي جلفها بويتيقات ورجعنا حامدين للجلي كان معك شوط غامين بالحياة حامدين الولانا ذاك الجيل حامدين الولانا ذاك البيت ولا تقرير مفصل انتو زين حامدين تقرير مفصل وفيه التفاصيل كاملة ومضبوط بعد على كل حال. إذا مشاهدينا لهي نقضي الفقرة الثانية من هذه الحلقة إبداعات وطنية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا اللي نتابعوا هذا العنصر عن صناعة الأثاث المنزلي من إعداد الزميلة حياتي متسيد. إذا يبدو أن العنصر ما هو جاهز لا هي نواصل معاكم. أرجع لكم الأستاذ أحمد، ذكرت قبيل قضية المناطق الأعصاب عنهم فم فترة يتعود سدود فيها الماء ويستفادوا منها في الزراعة، هذا يجرنا للسؤال عن ذلك قال الزراعة الموسمية، شنو هي الأنواع اللي يتم زرعها في هذه الأوقات في المواسم السنة؟ خلقين مواد زراعية أصلاً مواد زراعية تقليدية أصلاً يمارس الشعب الموريتاني مثلاً ولها طارية أصلاً لزراعة الخضروات من الزراعة المطرية بصورة عامة بالحسانية من الزرع والدقان و انواع الحدش كاملين بسرعة عامة من الصناعة التقليدية من الزراعة التقليدية اللي معروفة اصلا في المواسم المطرية. فم مناطق الواحات فم زراعة يعدلوها تحت النقيض زراعة موسمية خاصة زراعة الخضروات تحت النقيض عند فترة معينة. بالاضافة لفم زراعة الشعير الملي، الشعير تعدل باللي تعتبر زراعة تحت تعدل تحت النقيض وتعدل في السدود. وفم مناطق سدود معرفة فيها زراعة الشعير. هذا بصورة عامة من مواد أصلا معروفة على المستوى الوطني هي اللي تنحرز وهي اللي تمارس. شنو هي أهم المواسم الزراعية؟ المواسم الزراعية لا فم الموسم المواسم الزراعية فم في ذي المناطق فم نوعين موسمين، فم زراعة الخضروات اللي تبدأ من نهاية سبتمبر وعد يناير وفبراير، وفم الزراعة المطرية اللي مرتبطة بالخريف. زراعة مطرية تتراهم ها. بالإضافة فعلا العصابة تعتبر منطقة واحاتية، تعتبر من الولايات الواحاتية واحات النقيض، تعتبر قاع من أكبر الولايات واحاتية اللي هي أكثر ولاية فيها النقيض مثلا مقارنة بالولايات الأخرى مثلا أكثر من منطقة أدرا. يعتبر هذا عند الناس ما طبيعي، العصابة هي أكبر ولاية فيها النقيض سبحان الله. إذا جمعت يا دلال وتقانت ما يلحقوا الواحات العصابة غير من احنا نتكلم عن عدد النخيل غير ما نتكلم عن جودة المنتوج جودة المنتوج. قال العصابة تعتبر اكبر ولاية في النخيل. طبعا فم النخيل لان فترة القيطنة فترة موسمية نشاط موسمي عنده فترة زمنية معينة. وجميع هذه الأنشطة تعتبر مثلا مصدر دخل مهم للمجتمع موازي في ذيك المنطقة مع أنشطة التنمية الحيوانية مثلا بالإضافة للنشاط الاقتصادي الاخر. يعتبر الزراعه في المناطق مورد مهم للتنميه، مورد مهم للدخل. اذا واضح. ارجع لكم دكتور عبد الله بخصوص الزراعه الموسميه، درا كان ذا اللي مثلا ينتج منها كان يعود كافي مغطي احتياجات المنطقه والله زاد اكتفاء ذاتي، والله ما هي كافية لابد من الزراعة الأخرى. الزراعة الموسمية لا تلبي مختلف حاجيات المواطنين المزارعين المحليين بالكامل، ولذلك دائما يوجهون الطلب إلى الأسواق، إما الأسواق الولائية والله الأسواق الوطنية على مستوى العاصمة. وهذا لسبب بسيط، لأن قلنا من الإمكانيات هو ما فيه نشاط اقتصادي لا هي
نتوقع منه إنتاج معتبر يلبي حاجة المنتج ويلبي حاجة المستهلك إلا وإذا توفرت له الإمكانيات التي يحتاجها من مادة من 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 إمكانيات أولية التي تعتبر تسمى مواد أولية في قطاعات أخرى غير إمكانيات أولية في القطاع الزراعي، وذاك المستوى من الآليات اللي يمكن أن تتقدم به هذه الزراعة. هو موسم مثلا على سبيل المثال موسم الشتاء اللي فيه زراعة الخضروات، اللي عندما ينتهي هذا الموسم هذه المناطق تحتاج إلى هذه المنتجات في مباشرة بعد انتهاء الموسم، لأن هنالك يمكن أن تكون فيه مسألة هو الإنتاج من أجل الاستهلاك فقط. واضح. هذه في بعض الحالات أن يكون فيه اكتفاء ذاتي ووجود فائض لكن عجز عن التسويق. في بعض الحالات على سبيل المثال أنا شاهدت في مناطق أدراف بعض الحالات تعود فيه إنتاج متوفر واكتفاء ذاتي على مستوى الولاية ككل، لكن فيه عجز، فيه فائض وفيه عجز عن التسويق هذه الكميات المتوفرة إلى الأسواق الأخرى، أسواق إنشيري ولا أسواق العاصمة ولا أسواق زوارات ولا أسواق وكذا. لكن عجز إمكانيات مزارعين عاجزين عن تسويق هذه المنتجات، لكن فيه مبادرات تقوم بها الدولة لتسويق أو شراء هذا المنتوج وتسويقه على حساب الدولة. وهذا هذه آلية فعالة لأن الدولة حاضنة للمواطن، هي راعية للمواطن، مواطن منتج سواء كان منتج أو مستهلك. أنا منتج إذا كنت ما عندي الإمكانيات يجب على الدولة أن توفر لي بعض الإمكانيات التي تمكنني من متابعة نشاطي وتوفير السلعة للمستهلك الآخر. وفي مبادرات فعلا هو شراء المنتج وبيعه على حسب الدولة وتحديد سعر يمكن أن يكون مقارب لسعر التكلفة تقريبا للمنتج، لكنه بعد يكتفي ذاتيا ويعود إليه الربح ميسور عادة. إذا نرجع لكم الأديب محمد، برك عطيتونا نموذج قصة حد تابعه يعرف عنها، قصة متكاملة، ودر هذا النوع بركاتي من الأدب شين قاله؟ الأدب الرحلات اللي عاد خالق الحساني، دعم خالق الحساني الأدب الرحلات اللي الحساني أساسا المواضيع اللي عندهم البكاء على الأطلال والله النسيب والله الغزل ما فيها يعني. بتعطونا من نموذج ثاني تختاروا أنتم، عندكم حرية اختيار. يقول واحد شفت قفاية صحيح اجدرها نعرف الريح اللي تقرع وتميح وفتها خارة النوار، قاد الهمامة تكون تطيح والخلق ما ساعة عقار، والزوان مقيم البريح وظل يضحاها كل نهار، منين الزول الظل يبيح بيقي وفاوت بالتصبار، وتلاويح الخيل تلاويح غير الرحالة ما عمار، التصريف الحي الرؤوف شوفت قفاها قفار زرابها قبلتها من السوق، وجدرها عاد في بلغار وجماعتها ما تات تشوف عينك منها رداد أخبار. وقل واحد إلا من دعانه الأصابع يصور لوحة فنية والله منها اللي تقانت على ما أعتقد، الله ما مرقبت شواش علي الحي اللطيف الحفرة وحسية رماش وقنيقي رفع قاب الصيف، وحزم لي ذاك زواس المكسة والكدي وحزاز كدي تكبو منين حاس، ومسفع عن البياض شكريف وقعد له منتلة براز لاحق بالزير الغلايف، وقوادي منتلة عناد لغو جفت وزينة راسي على روس الكدية لغلات كل اثنين على قلب رديف. هاي لوحة ما قد صدرت بها زين. تصوير إبداعي عجيب. إذا لهنا رجعوا لكم الأستاذ سيد أحمد، بالنسبة لكم كخبير في مجال التنمية المحلية والتمويلات الصغيرة، هاي التمويلات الصغيرة في الوسط الريفي شنو هو دورها في التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية الزراعية بشكل خاص؟ التمويلات الصغيرة تعتبر من أهم وسائل مكافحة الفقر في الدول النامية بسرعة. ثانيا وذاك لأن السبب لأن أكثرية النسبة الأكبر من المجتمع اللي تعيش خط فقر ما هي على مستوى من خط الفقر فيها مرتفع، دائما تعود هذه النسبة موجودة في الوسط الريفي، والوسط الريفي اللي هو فيه نسبة أكبر فيه النسبة الأكبر من الفقراء، بالتالي هذا النوع من المؤسسات الصغيرة، هذا النوع من التمويلات الصغيرة يتمشى مع حاجياتهم ويتمشى مع طلباتهم.
وبالتالي كيف قلنا ان اساسا الوسط الريفي النسبه الاكبر من السكان اللي فيه تعيش على الزراعه بالاضافه للتنميه الحيوانيه. معناها ان وجود هذه التمويلات الصغيره لتغطيه حاجياتهم وطلباتهم تعتبر روايه ضروريه. مثلا بالنسبه لدور هذه التمويلات الصغيره على المستوى الوطني يختلف من منطقه لمنطقه. مثلا المثال اللي قال الدكتور بالنسبه لادرار، مثلا في ادرار كان اصلا الانتاج بالادرار تعتبر من اكبر الولايات اللي منتجه التمور بالاضافه للخضروات خاصه ماده الكاروت. ثانيا جميع الامور الانشطه اللي معدله في هذه الواحات لا زراعه تحت النخيل ولا مثلا كامل تمول من طرف هذه الهيئات التمويلات الصغيره اللي معدله وزاره الزراعه. يعني في ادرار فيها 23 مؤسسه ماليه، مثلا الصناديق موجوده في كل واحد. ادرار فم اكتفاء ذاتي في مجال الخضره، فم اكتفاء ذاتي في مجال التمور، فم سياسه لوزاره الزراعه اساسا مجال التسويق خاصه تسويق التمور بدأوا يحسنوا منه لانهم قاعد على مستوى العاصمه هون عندهم نقطه بيع عادي يديروا في التعليم مثلا، فم تطور. لأن سياسة الوزارة فينا تشوف إن على الأقل يحاولوا أن ينحد من استيراد التمور على الأقل في فترة القيطن. وراء مثلا فترة القيطن على الأقل يعود نحدوا من استيراد التمور، وهذا فعلا كيف قال الدكتور التطور في الإنتاج مثلا فهم تحسن وفهم، لأن مد ينطرح له تنطرح له مشكلة الإنتاج في البداية، في مرحلة معينة من التطور تنطرح له مشكلة التسويق. وهذه المناطق فعلا طرحت لهم عاد مشكله التسويق هي المطروحه، وهذا يدل فعلا على ان فهم تطور في الانتاج. بالنسبه خاصه في ولايه الترارس اللي تعتبر مثلا العمود الفقري للزراعه على المستوى الوطني، مثلا كيف قلنا فهم حكما شبه اكتفاء ذاتي في مجال الخضره، وفهم مشكله التسويق انطرحت، وفهم تدخل من الدوله الوزاره مؤخرا اذا بدات تسعى انها تحل لهم مشكله التسويق، يبدا الحد من المنافسه الخارجيه، لان فهم منافسه من الخضره اساسا كانت تجي من المغرب ومن السنغال، مثلا بدا فعلا ينحد من هذا من اجل المنتج الوطني يعود يسيطر على السوق. اكتفاء ذاتي. فهم توجه اخر موجه حالا لان يحاول ان خاصه انتاج الخضره ان هذه شراكه فعلا يفكر فيها، ان نحاول ان يحاول ان المنتج اللي موجود في ترارزة خاصة في الخضرة أن يخلق فم تنسيق على التجمعات المحلية على مستوى درار وتقانت والعصابة، لأنه يعود يبدأ يسوق به الإنتاج اللي يجبر في ترارزة ما يجبر في درار يوم الشارع درار يعود يسوق فيها. نفس الشيء في تقانت والعصابة، لأن نعم تكامل اقتصادي مثلا، لأن المشكلة المطروحة أن المنتج كل منتج في أي ولاية نقطة التسويق لا نواكشوط، لأنك أنت في فترة معينة مثلا إنتاج معين مثلا في العصابة اللي هي ركزت عليها أكثر في الحلقة، لأن في فترة معينة الخضروات ما تنشبر في العصابة وهي متوفرة مثلا في الدرارزة. والله يقال الدنيا تعدل التسويق، معناه أن أفصل أن يعود مثلا فما هذه الشراكة تحاول أن يعود تعود بين التعاونيات الزراعية، اتحادات التعاونيات الزراعية واتحاد رابطات الواحات اللي في درار وتقامت العصابة، أن تخلق فم شراكة بينهم لكن يخلق فم تبادل من هنا الإنتاج اللي تتميز به كل منطقة يجلس الأخرى يعود يسوق فيها. مثلا التمر ما ترايه في روس ترارزة كاملة ما كيف رايه فيه طبعا يدور عضو بحاجتهم فيه يعودوا السواق فيهم. هذا مثلا هذا يفكر فيه، والهدف هم اللي ماذا شنو؟ لان يعود المنتج اللي هو مثلا في الترارزه يوفر هذه البضاعه لنفس المنتجين اللي عنده لاصحابه في ادرار وفي تاقانت بدون وسيط، معناه انه يعود مثلا توصلوا الخضره ويوصلوا الانتاج مثلا بنفس السعر اللي لا يطيح عليه بدون انه يعود فم وسيط تجاري لياك انه يرفع النسبه اكثر. هذا بالنسبه لهذا، لان هذه التمويلات كيف قلنا هم مجدة مثلا فم الكافي منهم بالنسبه لادرار وتقامت والعصابه حتى في الحوض الغربي والحوض الشرقي في المناطق المطريه بعد يوسع فيهم. فم قلنا توجه في الترارز فتعدل منهم الصندوق من هذه الصناديق ولا يبدا يعموا في الولايه اخرى. هذا هو اللي في حاجه فيه المزارع البسيط، ونعرف مثلا توجه الدوله خلال سنه اثنتين فعلا الدوله يحاول الحد من هذه الاشكاليه اللي من اشكاليه التمويل بالنسبه للمزارعين اللي بسيطين.
إذا واضح. نرجو لكم الدكتور سيد أحمد عبد الله والسيد أحمد فال ذلك قال له طلب والعرض بالنسبة للقروض، من رأي كان أكثر طلب عليهم من ذلك المتوفر معروض؟ إذن هذا حسب توفر المؤسسات المانحة للقروض وحسب المشاريع المدروسة الصالحة القادرة على الاستثمار. يعني إحنا إذا شفنا في مستوى موريتانيا كلها في كل مناطق لها ميزة. إذا أسف على مقاطعتكم ولكن لين نرجع لهذا القدر من التفصيل بعد هذا الفاصل. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier d'élaboration d'une feuille de route pour la redynamisation de la fortification des aliments de grande consommation et le renforcement des capacités des acteurs. L'atelier organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme vise à mettre en place des plans pratiques pour mettre fin au phénomène de la malnutrition à travers la fortification des produits alimentaires de base par les micronutriments tels que la vitamine A, le fer, l'iode, l'acide folique et le zinc. Plus de 30 participants représentant les différents départements concernés participent à cet atelier sur 3 jours. Les 150 élèves adolescentes en colonie de vacances ont effectué aujourd'hui une visite à l'aéroport Oum Tounsi. Sur place, elles ont bénéficié d'une visite guidée dans tous les compartiments de cette nouvelle structure aéroportière. Rappelons que cette colonie avait débuté vendredi passé au cours d'une cérémonie de lancement officielle sous la supervision de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Le programme de cette manifestation d'une durée de 14 jours comporte la visite de centres d'intérêt de la ville de Nouakchott, notamment la plage de la capitale, mais aussi des rencontres sportives, des soirées et une journée d'information au ministère des Pêches et de l'Économie maritime. À l'international, un gigantesque incendie se propageant à toute vitesse à l'est de Los Angeles a ravagé plus de 12 000 hectares en seulement 24 heures et a entraîné l'évacuation de plus de 82 600 personnes en Californie où l'état d'urgence a été déclaré. L'incendie a démarré hier matin vers 10h30 local pour une raison encore indéterminée avant de se propager comme une traînée de poudre dans les montagnes desséchées du comté de San Bernardino à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Voilà qui met fin à ce flash. Je vous retrouve à 21h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
هذا اللون.